السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون اليوم مهم جدا تقريبا لجميع الباحثين، لأنه أنا أتوقع أي باحث يكتب بيبر أو أرتكلز أو أطروحته للماجستير أو الدكتوراه أو البروجكت مشروع معين يحتاج يتأكد من نسبة الاستلال أو حتى أنه يتجنب فقرة الانتحال والسرقة الفكرية، فلازم يفحص الاستلال. فحص الاستلال عندنا نوعين من الحساب، الحساب الاعتيادي والمتوفر للكل اللي هو بسيط جدا ومثل ما نقول ما يسبب خزن لأي ملف أنت تصعده، هو حساب الستيودنت. فأول شيء راح أجرب لكم باستخدام الستيودنت، بعدين الفيديو اللي بعده راح نسوي بحساب الانستركتر اللي هو حساب المدرس. أول شيء هذا اللينك مال البرنامج راح أخلي لكم إياه في صندوق الوصف، لازم أنت يكون عندك حساب بالبرنامج، يعني تشترك عن طريق أي مؤسسة علمية أكاديمية يوفروا لك حساب. الحسابات متوفرة يعني باشتراك أسبوعي، أكو شهري، أكو سنوي، أكو نصف سنوي، حسب أنت احتياجك إليه. فتشترك يتفعل لك حساب خاص بي. هسه راح افتح لكم اني الحساب الستيودنت، من تضغط على لوج ان راح اترك لك هذا الرابط في صندوق الوصف. بعد ما تدخل عليه راح يدزك على لوج ان، تدخل هنا من لوج ان. انا عندي حسابين، هسه راح اقول لك اول حساب هو حساب الستودنت. هذا حساب الستودنت، اليوزر نيم والباسورد، بالمناسبه انت من تدخلهم راح يسيفهم، فكل مره من تدخل عليه راح يسوي له سيف، يعني تلقاهم موجودات، فتقول له لوج ان. هسه بعد ما ندخل على الحساب تلقائيا هذا يتخرج بهذه الصيغه، مرات تعطيك هنا علامات هو اصلا للترنت البرنامج بصوره عامه، يقول لك احنا عندنا صيانه سكجول سيستم مينتنس مارش كذا، فمرات اذا عندهم صيانه في يوم ما او في ايام معينه او في ساعات معينه يعطيك لها فوق قريب الهوم نوتيفيكيشن، فد ملاحظه ينبهك انه احنا بكذا يوم عندنا مينتنس وراح يتوقف البرنامج من كذا وقت الى كذا وقت وفي كذا يوم، او من كذا يوم الى كذا يوم، فينطون هذا الاشعار حتى انه الباحث يبقى بعلمه انه هذا اليوم يكون مثلا هذه الساعات برنامج فحص الاستلال غير متوفر. فهسه انا عندي هنا حسابين، هذا الحساب انتهى قبل فتره، من ينتهي حسابك او اشتراكك يطلع لك الحساب بهذا الشكل اكسبيرت، فاشتركت على نفس الحساب بثاني، فمن يكون شغال يقول لك اكتب. فهسه راح ندخل عليه يسمونه ريسيرشر او يسموه كلاسز اللي هو ستودنت. الاوبشنات مالت التيستات حسب، اكو مرات تشترك انت تلقى بي 5 تيستات باليوم، 10 15 30، هسه هذا تقريبا بي 30، فما ياثر هو كم واحد. التيست الواحد تجي تفحص بيه، من حقك تفحص بيه مره واحده في اليوم مو اكثر من مره، يعني تسوي صمت ترسل بحثك تطلع لك النتيجه، حتى تستخدم هذا الاوبشن هذا التيست ضمن هذا الاوبشن هنا لازم تمر على استخدامه 24 ساعه بالضبط. بس الستارت الديول بوست هسه راح نستخدم مثلا هذا تلقائيا، اقول له اوبن، من تفتح اوبن اباوت ذس بيج راح يقول لك انه انت شنو تستخدم. هسه البيبر تايتل راح انه انت تستخدم هنا هذا مفحوص به، فراح ناخذ واحد ثاني هنا مثلا هذا لازم يمر عليه 24 ساعه يلا يستخدم هذا. من تفتح الاوبشن يطلع لك ابلود سبمشن، حمل لي الملف اللي انت تريد تفحصه، فمنها تضغط ابلود سبمشن التيست، تمام عيني؟ راح تقول له منها ابلود تشوزن فايل، تختار انت من الديسكتوب شنو عندك، شابتر عندك بيبر، تمام عيني؟ هسه انا راح افحص لكم بهذا الملف، هذا الملف موجود عندي مثلا اسمه شابتر 2 لأحد الباحثين. هسه بعد ما تحمل شو اقول له؟ اقول له ابلود اند ريفيو، يعني هسه الخطوه الاولى ابلود، هسه راح نقول له ابلود اند ريفيو، هذا ابلود اند ريفيو راح يسوي له ابلودنج للسيستم. بالمناسبه حساب الستودنت لا تخاف من عنده لانه تلقائيا ما راح يخزن لك الملفات، يعني ما يخزنهم بالمستوعبات. تشيك وذاوت يعني سيفنج، هسه هذا هنايا حيخزن يسوي ابلودنج، بعد ما يكمل لك الست لايت الابلودنج للسبمشن اللي انت سويته راح يظهر لك بهذه الصيغه، بعدين شنو انت تقول لك؟ ولا فقط هذا انه يقول لك يو ماست كليك كونفورم تو كومبليت ذا ابلود، يقول لك كونفورم. هذه الخطوه الثانيه كملت، اذا كملت ثلاث خطوات، هسه السبمشن كمل، تمام عيني؟ بعد ما كمل تضغط هذا تلقائيا هو راح يوديك
الى الجريد. شوف هسه لحد الان ما ظهر النتيجه الجريد والسيميلاريتي. قلنا فحص الستودنت يفحص لك حاليا بالوقت الحاضر، ممكن بالمستقبل يتطور ويضيفون الى ذكاء صناعي، لكن حاليا يفحص لك فقط سيميلاريتي. تضغط من هنا قول له ابلودنج مره ثانيه حتى تظهر النتيجه، لحد الان ما ظهرت. طبعا يعطيك تاريخ التحميل ويعطيك الوقت بالضبط وشنو الشابتر اللي انت حملته. هسه نجي خلينا نجي على هاي الاوبشنات بين ما تطلع النتيجه. هاي الاوبشنات، هذا الاوبشن يحمل لك الورقه الاولى فقط من الفحص الاستلال بعد ما يطلع. هذا تسوي صبمت اذا تريد تفحص به بعد مره ثانيه، تحمل له فد ملف من الان الى يوم غد بعد ما يمر عليه 24 ساعه تستخدمه. هذا يحمل لك نفس الملف الاصلي اللي انت حملته، تمام عيني؟ هذا يحمل لك نفس الملف اللي انت حملته، فعرفت هذا تسوي ابلود من جديد الى ملف وتفحصه. هذا يحمل الملف الحالي اللي انت محمله لفحص الاستلال، وهذا يطلع لك اول ورقه من فحص الاستلال اللي هي هاي. راح نضغط عليها، هاي هي الورقه راح تتحمل عندنا تلقائيا، تظهر لنا هنا بعد ما تتحمل. هاي تحملت، هسه راح اضغط عليها هنا، هاي هي الورقه، اضغط عليها شوف يطلع لك فقط الورقه الاولى وكان انفورميشن، اسم البرنامج، ديجيتال ريسبت، شنو اسم الفاحص، شنو الاسسمنت، شنو يا تيست، هذا التيست التاسع. يعني الاوبشن، هاي الاوبشنات اللي شوفتها قبل شويه، شو اسم الفصل الملف اللي انت حملته، اسم الفصل الثاني، ايش قد الحجم مالته، ايش قد الكونتنت، ايش قد حجم الكتابه، ايش قد عدد الكاركترز الموجوده بهذا الملف، تاريخ التحميل، الاي دي، يعطيك الى اي دي. فهاي المعلومات كامله يعطيك اول ورقه من الملف اللي انت محمله، تمام عيني؟ هذا الاوبشن. هسه نجي نرجع نسوي منه وكأنه عادة تحميل. لاحظ هسه اعطاك النسبة، هاي النسبة اللي اعطاك اياها هاي نسبة التشابه، تمام عيني؟ هاي نسبة التشابه. هاي الجريد بالمستقبل انه تتفعل، يقول لك انه الجريد هل هو جيد، يعني انت في مستوى الخطر. بالمناسبة هي الالوان مبينة، الاصفر تقريبا في مستوى الكريتيكال، الاحمر خطر يعني خلاص اللي اذا طلع باللون الاحمر اذا نسبة التشابه عالية، الاخضر يعني كلش يعني تقدر انه يعني ضمن السيف سايد، والازرق يعني زيرو ماكو تشابه. فهسه هنا طبعا نسب ايش قد المطلوبه بكل شابتر بكل كذا بكل بحث، هاي تعليمات خاصه بالبحوث وبالشابترات ما نقدر نعممها بشكل واحد. هسه بعد ذلك بعد ما سوينا السيميلاريتي تضغط على هذا الملف اللي مكتوب به البيرسنت، تضغط عليه راح يفتح لك الملف مال السيميلاريتي، تمام؟ بهذه الصيغه راح يفتح لك اياه. انت ليش تعرف النسبه؟ حتى تعرف مكانات الاستلال وتصحح عليها. فهسه راح يفتح لك الملف مال الملف الاستلال ويقول لك مكانات التشابه وين، هاي اشر لك اياها. تقدر منها من الجانب تضغط ويقول لك هاي النسبه 2% وين، هاي النسبه 2% وين، تضغط على كل نسبه، تمام عيني؟ يوجه لك اياهن وتقدر على اساس هذا الملف تقدر تحمله. اي نعم منها اكو هذا الاوبشن داونلود، الكرنت فيو، لود ديجيتال، الوورد، لود اوريجينال اللي سبمت. فانا صراحه الافضل تحمل الكرنت فيو، تقدر تحمله، يتحمل عندك كملف بي دي اف هنا موجود على اللابتوب، تقدر تاخذه وتشتغل عليه على اساسه مقدار تصحح نسب الاستلال والمكانات الموجود بها الاستلال، حتى يكون تصحيح دقيق مو عشوائي. انت مو تصحح مكان هو ما بيستلال وتترك المكانات اللي بيها استلال. فهنا يتحمل حسب انت عندك برنامج بي دي اف، راح يفتح البرنامج يفتح الملف اللي انت حملته وبسهوله تقدر تشتغل. الميزه بهذا البرنامج الستودنت انه ما يخزن الملفات، وهاي اهم فقره به. فانت من راح تستخدمه تكون بالسيف سايد، خاصه اللي ما عندهم خبره يستخدمون برامج كشف الاستلال والانتحال، سيميلاريتي او ذكاء صناعي. هذا البرنامج جدا سهل للستودنت، اما اصلا تصمم للستودنت حتى انه خاف انه ما عنده مهارات وسكيل عاليه باستخدام برامج الاستلال وبالتالي يحفظ الملف مالته. اتمنى يكون هذا الفيديو واضح لكم، اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص برامج الاستلال تقدرون تراسلونا عليه ان شاء الله واحنا نجاوبكم. الى ذلك الحين نلتقي معكم بفيديو اخر، دمتم بامان الله وحفظه.